برنامج عائله النادي الاهلي. الحقيقه يمكن زي ما شفنا خلال الفترات الماضيه مجلس اداره النادي الاهلي بيحاول ان هو يكرم كل الرموز سواء في الرياضه او في القوات المسلحه. سريعا كمان معالي الوزير عمرو بيه فاروق، برحب بيك النهارده، ويوم رائع ومميز وكعاده مجلس اداره النادي الاهلي، يوم الوفاء والنصر والتكريم لكل الفئات. حابب تقول النهارده على اليوم ده عمرو بيه؟ حابب اقول دي عائله النادي الاهلي وده قيمه النادي الاهلي، ونحن النهارده الحياه تشرفنا بوجود القامات الكبيرة جدا اللي تواجدت النهاردة واللي اتكرمت النهاردة. اعتقد دي نماذج مشرفة محتاجين بالفعل ان احنا نحضرها للشباب وللاجيال اللي جاية، تشوف قد ايه ناس ضحت وناس حمت بلدها وناس فكرت وناس خططت وناس اشتغلت على ازاي انها تطور بلدها وتبنيها. دي نماذج احنا محتاجينها الحياة في الحياة، ومحتاجين كمان ان الناس اللي بتدي تحتاج تفكر في يوم من الايام انها قصة حياتها بتتكتب في تاريخ، والناس دي قد ايه عملت وقد ايه النهارده رغم ان مثلا سنها 60 سنه و65 سنه و70 سنه و80 سنه، انما الناس ما نسيتهاش لانها ضحت عشان بلدها. فالناس النهارده واخداها وبتتكلم بحياتها وبتتكلم باسمها وبتتكلم بقد ايه الناس دي حامت بلدها في لحظات كبيره جدا. النادي الاهلي دايما 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 بيتكلم من اسره وعائله النادي الاهلي اللي هو جزء من كيان الشعب المصري. يمكن الناس دي كلها اللي ما شاء الله ضحت بحياتها واللي اشتغل واللي بنى واللي حارب واللي عمل ده كله، دي اعضاء النادي الاهلي ودي جمعيه عموميه النادي الاهلي ودي الاسماء اللي تنتمي للنادي الاهلي بكياناتها الكبيره جدا وباسمائها الكبيره جدا. هو ده النادي الاهلي وهي ده قيمه النادي الاهلي وهي دي وطنيه النادي الاهلي وهو ده شغل النادي الاهلي وهو ده مجلس اداره النادي الاهلي اللي بيطلع النماذج المشرفه اللي احنا محتاجينها بالفعل الفتره الجايه، ان احنا ازاي قد ايه الناس تشوف النماذج الطيبه دي اللي احنا الكلمه الطيبه الكلمه الحلوه هي اللي مطلوبه دلوقتي، هي اللي مطلوبه عشان تطلع اجيال بتحب بلدها. مش مطلوب اي اختلافات في وجهات نظر، مش مطلوب اي اختلافات او اي اساءات، مطلوب بل بالعكس مطلوب ان احنا نطلع نماذج مشرفه لبناء جيل جديد. عشان كده يمكن لو نرجع كده لكلمه السيد الرئيس هو بيتكلم على هذا العام على بناء الانسان، بناء الانسان باخلاقياته بنماذجه بطموحاته بقد ايه انت النهارده بتغرس جواه انه يبقى عنده تحدي مع نفسه انه ازاي يبني بلده انه ازاي يشتغل. انا محتاج ده، محتاج ان انا اطلع ده، ومجلس اداره النادي الاهلي بيشتغل على ده وبيشتغل على رؤيه رئيس الجمهوريه وبيشتغل على دعم رئيس الجمهوريه وبيشتغل على دعم بلدنا وبيشتغل على دعم مصر. هو ده النادي الاهلي وهو ده مجلس اداره النادي الاهلي. كده رسالتك ايه لكل اعضاء الجمعيه العموميه منتظرين المزيد والتكريمات من مجلس الاداره؟ لسه المشوار طويل. حابب تقول يا عمرو بيه لكل اعضاء الجمعيه العموميه؟ حابب اقول ان احنا الفتره الجايه هنشوف ان شاء الله حاجات طيبه جدا، حتى على مستوى الانشاءات في النادي الاهلي، على مستوى الشغل في النادي الاهلي، على مستوى الملفات اللي هتطرح الفتره الجايه واللي هتعلن الفتره الجايه خلال الثلاث شهور الجايين. هنشوف قد ايه كان سنه كامله النادي الاهلي مجلس ادارته الحقيقه تعب واشتغل واشتغل داخل غرف مغلقه عشان يطلع خلال الفتره الجايه بملفات ومشروعات جديده تتفتح. هنشوف قد ايه النادي الاهلي بيدير ملفاته اللي جايه بقوة ازاي، بميزانيات عالية ازاي، بعقول النادي الاهلي ازاي، بجمعيات العمومية الكبيرة، بعقول الاهلوية، بعقول ده. بقول لجماهير النادي الاهلي اوعى تقلقوا على النادي الاهلي، النادي الاهلي دايما كبير، دايما كبير. اشكرك فندم.